كل فان فان نتمنى لكم تكونوا الطوب ديال الطوب، نتمنى على السوري بوزيتيفيتي وتبوغيسا ديما معكم. عيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه، وباش ما نتمنيش ان شاء الله خاصك تعطينا صحتك. بالنسبه لهذا الفيديو غادي تكون سبيسيال، اول حاجه ان الحلم ديالي ملي كنت صغير كنت بغيت ندير نعيش التجربه هذه الخطيره، والثاني حاجه انها تكون اما بدايه ديال الفيديوهات من هذا النوع ولا تكون اخر مره غادي تشوف فيها طال ادريسي، ونتمنى ما تكونش. المهم ما نطولش عليكم بزاف، اللي اول مره غادي يدخل لاشين عندي مرحبا به، اخبط تابونا وخلي لي كومونتير كيف ما بغا افيك غون بليزير. سمع عليا الا نخليكم باش يتلاقاو في الطوموبيل. جاتني في شكل دابا حنا مبروغرامين اننا غنمشيو لهاد الحاجه اللي غادي ليها دابا ياك، ولكن ما مبروغراميش اننا غادي ناكلو الشواء وعاد نمشيو ليها وياك داك الشيء بحال داك الناطين. المهم غادي نديوكم معنا لهاد البلاصه اللي غادي ليها. ايوا شيوا ان شاء الله غادي نديروها لاول مره في حياتنا واخر مره. غادي نبارطاجيو معكم هاد التجربه هادي ان شاء الله، ونتمنى انها تعجبكم، ونتمنى انها تسمح حنا الاولى. وييه انا غنشوف راه ممكن نبقى في الطيارة ويتبعي ونتبع الادرينالين اللي غادي كيطلع لا بالروج ولا كتفكر غدا عندك الباك كتحس بواحد البروده كتطلع وتهبط شويه داكشي اللي حاس حتى حاس بها شويه ضروري شويه ديال 14000 متر فين راه ندوز وسط السحاب واحد الراس عندي في شكل حتى حتى الطياره غادي ديكولي هذا الدماغ ديالي غادي يفكرني في الحوادث ديال الطائره هذا ما تشدش لي الراس عندي حاس بها غادي يدير بحال بوزيتيفيتي معايا خويا سلام انتهى الكلام يلا سير على الله وغادي نعاود نسحاب. والحاجه المهمه اللي بغيت نقول لكم الله شرج تسمع مزيان، الحاجه المهمه والضروريه في هذا الشيء هي ان المناخ والطقس يعني الشميشه ما كاينش الريح ما كاينش الشتا، يعني هذاك الراس الدماغ ديالي ما غيفكر في داك الشيء اللي باغي يفكر فيه. والحاجه الواعره بزاف جات هذه المناسبه حيت شحال هذه كنا ريزيرفينا شي ام وقبل ريزيرفينا غير هكاك على حسب ديسبونيبيليتي، جانا في النهار ديال العيد على قلت لكم قبيله كلينا شوا وشهيوا، المهم كلشي بشهيوا. Enfin, on a la destination qui n'est pas le camping. Après, on va le camping. Chez camping. Oui, on a le camping qui est juste à côté de la compagnie Voltige. Il y a des caravanes, des choses qui sont possibles. سينا لي ماسك شاشة استسلم سينا لي ماسك اخوتي غادي نرجعو للطوموبيل باش ناخذ الماسك. ها هو داك شوف شوف الفوق شوف ما غيبان لكم انتم والو وانما كيبانوا لي لي باراشوت الفوق. ها هو دا شوف ها هو دا عرفتي اش غادير نوصلك ونصورك هابط من الفوق بلا ما نطلع انا بالروج ولا شو دابا حد الان اخوتي انا نورمال يعني كنحس بهذيك اللعيبه تاع الكوها، ولكن فوقاش غادي نحس بهذيك الخلعه الطياره غطير ما بقاش الرجوع اللي لورا ان شاء الله كلشي غيدوز بخير. وكيف قلت لكم بغيت نبارطاجي معكم المغامره باش اللي عجباتو فولتيج واللي ما عجباتوش اخويا يجلس في دارو يجلس في دارو بحال بافيت عطاو علينا فيها لا مارك ديال فولتيج نديروها وليو باش تكون نازل بافيت ماشي بروفيسيونيل دارو هاد اللعيبه هادي تكون نازل فوالا. دوك اخوتي وصلنا لهاد البلاصه صراحه مكسيتي لواحد الدرجه خطيره
واش ليا On demande à l'intérieur de l'accueil Taha El Idrissi. واحنا دابا غادي نشوفوا ليكيب ديال جوناطان C'est ça, tu vois, ça c'est tout relié avec un filage ici. Ouais. Fait que dès que je libère ma voile principale, okay. Lui il fait automatiquement ouvrir la voile de secours. Tu sais, je suis capable de filmer l'environnement au complet. Fait que même dans l'avion, vous allez vous voir dans l'avion avec ça. Yes! C'est bon. Elle dit que je suis caralibine ou lié sur le parachute. Dera. قول واحد 13 مليون هذيك السكار فيها جوج فيها الاولى كتشدها بيدك والثانيه اوتوماتيك يعني ملي كتصل لواحد لالتيتود ملي كتقرب بزاف الضغط ديال الارض كتحل اوتوماتيكمون واحد الاوبسيون واحده اخرى اللي وراني فيها عجبتني بزاف انه هو ممكن يكون هو في الارض والباراشوت ديالو هابط من السما كتكون هابط عند واحد التليكوموند اديستون شي واحد الا غيب ولا شي حاجه غير كيورك عليه كيتحل اوتوماتيكمون من التحت الكاسك اللي فيه لا كاميرا راه شفتوها 360 كنتمنى تدوز بخير يعني ليكيبمون 100% سيكوريتير وكتبقى نقولوا ان شاء الله او بون فاندردي تاها سي اون اوكازيون سبيسيال All right, ben, t'es à la bonne place pour ça. Ah là là, c'est Puis vous faites ça en gang aujourd'hui? Ouais. Cool, qui est avec toi là? C'est avec mon beau-frère. Ok, cool. C'est après cela. Ok, cool. Vous avez choisi la journée parfaite. La chance. C'est la chance. Ouais. Pas trop nerveux? Pas ici. Dans l'avion. C'est normal, man. Je te souhaite un super saut. On va aller sauter en compagnie de Johan, ton instructeur. Moi, c'est Marc. Je te ramène les belles images de tout ça. Je te souhaite. Un excellent saut. Piste 04, montée au nord, prends largage de وفي هذه اللحظة تعرضوا عليا الخلعات ديال العالم كامل يعني انني اول مرة غادي ندير باراشوت وغنقز من 14 كيلومتر في السماء ثاني خلعة انني اول واحد غادي ننقز في الطيارة والثالث خلعة انني ركابية حطيتهم خارج الطيارة وكنشوف بلي الريح كيطرف ليا بزاف وكنشوف التحت كيبان ليا بعيد داكشي يعني ما بقى عليا الا نتجاوز هذه الخلعة هذه واللي عجبني في راسي بزاف ان هذه الخلعة كاملة ما تجاوزاتش 5 ديال الثواني يعني هاد اللحظة هادي اللي كتشوفوا فيها انا مبقاتش فيها الخلعة بالعكس وليت فرحان انني في واحد الاكسبيريونس اللي زوينة بزاف
لحد الان الناس ديال ناشطين ضاحكين حيت كنت كنشوف غير في المصور، ولكن في اللحظه اللي شفت فيها في الارض حسيت بلي راه القضيه حامضه وغتشوفوا التعبير ديال وجهي شنو كيقول. او ماي جاد، وفي هذه اللحظه غادي نحيد اخر خلعه ليا اللي هي انا باراشوت تحل الحمد لله بخير، وغادي نكملوا الهبطه ديالنا بشهيو. Breathe in and let me go. Sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies. Oh, man, so you can see. Uh-huh. Comment c'était, man? Attends que je recommence. C'était formidable. Formidable. C'est la première fois que je ressens ça. C'est bon, arrête-toi. Yeah. Ça m'a même quelque chose de ouf. Ah ouais? Mais c'est ça. Et le paysage, t'as? C'était formidable. Incroyable. Un des plus beaux ciels qu'on a vu jusqu'à présent. Ouais, cette c'était année. Vraiment bien. Ouais. Félicitations pour le beau saut, t'as. Merci. C'était vraiment un plaisir de partager le ciel avec toi. Tu reviens quand tu veux. Merci, Johan, pour le beau saut. Yeah! Oui, mais on va vivre. Ça va? Ça va. Alhamdulillah. Oui, ça va, ça fait du bien de dire ça. دير واحد مره في العام ولا اللي بغيت نقول لكم الاحساس صافي حسيت به باللي راه قاس بزاف هي ملي حل الباب وانا الاول غنقص دليت ركابي برا يعني 14 كيلومتر في السماء هادشي 14 كيلومتر من الخميسات بتيف في الجماعه راه الطريق هادي انت باغي تزيد الريح يقول لك يهديك الله يهديك الله انت باغي تلا الريح كيردك يهديك الله انت محمد باغي تلا وحاك ولكن الصراحه زويونه ننصح اي واحد قلبه هشيش بغى يرجلو يقصحو بلي ما يرجلو ما يخليهش اما يرجلو اما غادي يبقى في السما تفهموا بون انا بيلو نعاودو نتلاقاو وصلنا للفان ديال هاد الفيديو والله ما سخيت بكم ونتمنى انني كنت بارطاجيت معكم الماكسيموم ونتمنى انكم تكونوا عشتوا معايا اللحظات والخلعه اللي كنت عايشها في التجربه هذه واللي نطلب منكم التفاعل ديالكم في هاد الفيديو سواء بكومونتير سواء بلايك ولا بديزلايك المهم بغيت نعرف شنو اللي عجبكم وشنو اللي ما عجبكمش باش في الفيديو الجاي ان شاء الله تكون توب ديال التوب يلا بوزيتيفيتي سوري اختبوري سا بشهيوه